مشاهدينا، عودة إلى موقع التفجير في منطقة الروشي وتحديدا في شارع أستراليا. كنا أفدنا عن أن قوة من فرع المعلومات بدأت مداهمات في فندق السفير سابقا أو فندق رمادا. في هذه الأثناء سنتابع في الصورة تحرك آليات تابعة لفرع المعلومات. هناك يعني كلاب بوليسية تم استحضارها إلى موقع المكان، وهناك يعني عدد كبير من العناصر التابعين لفرع المعلومات، بعضهم ملثم. في هذه الأثناء تستعد موكب فرع المعلومات الذي قام بالمداهمة داخل فندق الديروي في فندق رمادا عفوا لتحرك آلياته. هذه المجموعة بأمرة مقدم من فرع المعلومات، ولكن يعني هناك كان استحضار لآليات، وهناك كلاب بوليسية تم استحضارها إلى موقع العمليات المداهمة. بحسب ما أفدنا من مصدر في فرع المعلومات أن هذه المداهمات لم تسفر عن شيء. كان هناك تفتيش داخل الفندق، وأيضا هناك تفتيش كان في داخل بعض غرف الفندق، ولكن يعني كما أفدنا أن هذه المداهمات لم تسفر عن شيء. ولكن يعني حجم القوة التي تم استحضارها إلى موقع المكان هي قوة كبيرة جدا نسبيا، وبعض العناصر يعني والتجهيزات تشبه إلى حد ما القوة التي قامت بتنفيذ العملية في فندق نابليون قبل أسبوع في منطقة الحمراء. من المرجح أن هذه القوة أنهت مداهماتها هنا في فندق رمادا، وهي لم تسفر عن شيء محدد، وهي ربما تستعد لمغادرة الموقع. ولكن كما سبق وذكرنا فإن عملية المداهمات مستمرة في أكثر من فندق في العاصمة وخارج العاصمة بيروت كما أفدنا، ولكن أغلب هذه عمليات المداهمة تجري بعيدا عن الإعلام للمحافظة على عامل المفاجأة فيها. ولكن يعني كما أكد لنا أكثر من مسؤول في فرع المعلومات وفي الأمن العام أن هناك مطلوبين لا يزالوا موجودين في المنطقة. ربما تستطيع الكاميرا أن تلتقط صور بعض النزلاء الفنادق القريبة من فندق دوراي وهم يغادرون الفنادق ومعهم أمتعتهم. إبراهيم. نعم رائد. هل اقتصرت هذه العمليات على فندق رمادا؟ لم أسمعك رائد. هذه العملية التي جرت اليوم هل اقتصرت فقط على فندق رمادا السفير سابقا؟ هناك مداهمات جرت، وجرى تفتيش كل الفنادق في شارع أستراليا كما أفدنا سابقا، ولكن يعني العملية بهذا الحجم لم تجري إلا في فندق رمادا أو فندق السفير سابقا. في باقي الفنادق كما علمنا كان هناك عناصر دخلوا ودققوا في أوراق وهويات النزلاء فقط، لم يكن هناك أي إلقاء قبض على أي من المشتبهين. ربما لا يمكن ملاحظة ذلك كما نشاهد، فإن السيارات في المرأب في الجراج الفندق، وربما لا يمكننا التأكد من هذا الأمر، ولكن هل أي معلومات رشحت؟ رائد ستشاهد بعد قليل عندما يخرج هذا الموكب أن هناك عدد كبير من السيارات والسيارات رباعية الدفع التي ستخرج، ولكن جميعها بزجاج داكن ولا يمكن معرفة من بداخلها. المصادر الأمنية قالت أنها لم تلقي القبض أو توقف أي من نزلاء فندق رمادا، ولكن طبعا هذا الأمر يعني يبقى
غير مؤكد، لربما قد تجري هذه العملية في أجواء من السرية والكتمان حفاظا على عامل السرية فيها وحتى يعني إتمامها بشكل كامل، ولكن حجم القوة التي دخلت إلى فندق رمادا تؤشر إلى أن هناك معلومات كانت عن مطلوبين لربما خطيرين موجودون هنا، أو ربما الاشتباه ببعض النزلاء، خاصة أنه كما ذكرنا سابقا رائد أن فندق رمادا لا يزال يعني ينزل فيه عدد كبير من النزلاء وهم لم يغادروا، يعني رغم الانفجار الذي وقع بالأمس في الصباح عندما دخلنا إلى فندق رمادا كان هناك عدد كبير من النزلاء في بهو الفندق وأيضا في المطعم يتناولون طعام الإفطار، وكان هناك يعني عدد كبير من النزلاء. هناك معلومات غير مؤكدة أنه قد يكون تم توقيف شخصين في فندق رمادا، ولكن كما قلت هذه المعلومة غير مؤكدة حتى الساعة، لأن المصادر لأن المصادر التي تحدثنا إليها أكدت أن حتى الآن لم يتم العثور أو يعني عملية لم تؤدي إلى شيء في فندق رمادا، ولكن هناك معلومات أخرى تحدثت عن أنه قد يكون تم توقيف شخصين من داخل الفندق، وربما هذا الأقرب إلى المنطق بحسب الصورة التي نشاهدها. يعني لو أن العملية كانت انتهت من دون الحصول على أي صيد لربما كان الموكب غادر بشكل أسرع وبشكل مختلف عن الصورة التي نشاهدها، في ظل يعني تعزيزات أمنية كما تشاهدون رائد. لابد من التأكيد صحيح. أن جميع الشوارع المودية إلى فندق رمادا في موقع التفجير هي مقطوعة حاليا، والقوى الأمنية تقوم بتأمين الشوارع القريبة من موقع الانفجار. يبدو أنهم يغادرون الآن، تتحضر الآن القوة نعم إلى الانسحاب من فندق رمادا. كنا أفدنا يعني أن هذه القوة تتحضر للمغادرة، ولكن لم يتم التأكد من المعلومة حول توقيف شخصين أو لا، لربما نحتاج بعض الوقت للتدقيق في هذه المعلومة. وكما أكدت لك فأن يعني المعلومة أجريت في جو من السرية، منع أي شخص من الدخول إلى الفندق، وموكب السيارات التابع لفرع المعلومات نزل إلى الموقف تحت الأرض، ومن هناك تم الدخول إلى الفندق، وبالتالي لا يمكن التأكد مما إذا كان هناك موقفين في هذه العملية أم لا. في أي ساعة إبراهيم بدأت هذه العملية؟ هي بدأت منذ حوالي 30 دقيقة أو ربما أكثر بقليل، ولكن يعني كان هناك تحضيرات لهذه العملية منذ الصباح، ولكن هي يعني أجريت في جو من السرية التامة. كانت حضرت عند حوالي الساعة 11:15 سيارتين تابعة لفرع المعلومات، كان موجود فيها العناصر المدنيين الذين نشاهدهم في الصورة الآن. هم حضروا قبل حوالي الساعة من وصول القوة الكبيرة التي نفذت المداهمة وانتشروا في محيط الفندق، ربما كانوا يقومون باتخاذ بعض الإجراءات اللوجستية وبعض إجراءات تأمين الحماية لوصول هذه القوة، ولكن القوة الكبيرة التي نشاهدها في الصورة والتي تستعد للمغادرة حضرت من حوالي 35 دقيقة. إبراهيم، هل هناك أي معلومات جديدة حول ما حصل بالأمس في فندق ديروي؟ في آخر المعلومات التي حصلنا عليها أن 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 فرع أن أن عفوا أن قوة من الأمن الداخلي كانت تقوم منذ ساعات باكرة بالتفتيش في فنادق في المنطقة والتدقيق في هويات النزلاء، وذلك يعني كما أفدنا أيضا أنه عند الساعة 4 كان هناك تدقيق في الهويات في فندق رمادا، ولكن يعني عندما جرى التفجير كان يعني قد يكون وصل الدور إلى فندق رمادا، وبحسب المعلومات فإن هناك من قام بإخبار السعوديين داخل فندق رمادا في داخل فندق ديروي عفوا أن هناك عملية أمنية تشهدها
المنطقة. أيضا لابد من الإشارة رائد أن العناصر الذين أصيبوا في العملية من الأمن العام وتحديدا العنصر هيثم وهبي بحسب ما علمنا هو من قام بفتح الباب، ولذلك قد يكون ربما هو يعاني من الإصابة الأخطر بين عناصر الأمن العام. ولكن هذه العملية كانت بأمرة النقيب طارق ضيقة، وبحسب ما علمنا فأن هذه العملية كانت بإشراف مباشر من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وهو كان يشرف شخصيا على تنفيذ هذه العملية التي كان بدأ بتنفيذها عناصر بلباس مدني من الأمن العام قبل أن تصل القوات التي قامت بالإسناد والدعم، التي قامت بقطع الشوارع المؤدية إلى الفندق وتأمين محيط الفندق، ومن ثم تنفيذ عملية الدهم التي أدت إلى توقيف أحد السعوديين. نعم. ذكرت إبراهيم أن الطريق مقطوعة فقط أمام الفندق أم أيضا في محيط كل هذه المنطقة؟ نتحدث عن الطريق العام في منطقة الروشي. رأيت جغرافيا الطريق مقطوعة من شارع الروشي وتحديدا عند تقاطع المعروف بتقاطع KFC، من يعني السيارات ممنوعة من الصعود من هذه الطريق. هذه الطريق مقطوعة أيضا إلى حدود مبنى السفارة السعودية القديم وتحديدا عند تلفزيون المستقبل، أيضا هي مقطوعة أفقيا من قرب مبنى المقر العام للحزب السوري القومي الاجتماعي، وفي الناحية المقابلة هي مقطوعة من بعد مبنى كلية الفنون في الجامعة اللبنانية. هناك كما هو معلوم نقطة ثابتة للجيش اللبناني. هذا هو المربع الذي تم إغلاقه أمام السيارات. طبعا هذا المربع من يعرف هذه المنطقة يحوي على عدد كبير من الفنادق، هناك فندق روتانا قريب من هنا، هناك فندق سيتي سويت، هناك فندق أيوة الروشي، أيضا فندق ديروي الذي شهد هذه العملية، إضافة إلى عدد من الفنادق المحاذية إلى فندق ديروي. هناك أيضا كما هو معلوم عدد من المباني التي تحوي شقق مفروشة، وهي أيضا يعني لم تستثنى من عملية التفتيش والمداهمة التي جرت بين ليل أمس وصباح اليوم، لأنه بحسب مصادر أمنية أفادتنا أنه ربما سيتم تفتيش في الشقق المفروشة وأيضا في شقق قد تكون مخصصة للطلاب، قد يكون لجأ إليها بعض الفارين من هذه العملية. نعم رائد، نحن نترقب في هذه الأثناء خروج باقي القوة من فرع المعلومات التي دخلت إلى فندق الرمادة، فندق السفير سابقا، حيث جرت مداهمات بحثا عن مطلوبين. هذه القوة إبراهيم التي تتحدث عنها هي فقط من شعبة المعلومات؟ هذه القوة نعم، هذه المجموعة نفذتها شعبة المعلومات فقط لغير، ولكن هناك حضور للجيش اللبناني، هو كان موجود أصلا منذ الصباح في محيط المنطقة. إذن كما ذكرت نحن في هذه الأثناء نتوقع خروج باقي هذه القوة التي نفذت عملية دهم في فندق رمادة في منطقة الروشي، وهو الفندق الذي يجاور فندق ديروي حيث حصل التفجير يوم أمس. رائد نعم. علمت الآن من مصدر أمني أن التأخير في خروج القوة سببه توقيف أحد نزلاء الفندق. المصدر لم يؤكد عدد الموقوفين، ولكن كان مصدر سابق أكد لنا أن التوقيف شخصين
داخل فندق رمادا، ولكن طبعا هذه المعلومة نحتاج للتدقيق فيها أكثر، ولكن هذا يبرر تأخر القوة الموجودة داخل الفندق من الخروج منه. وكما سبق أن شاهدنا فقد خرج آمر هذه القوة وهو برتبة مقدم، ولكن سنتابع بعد قليل عند خروج هذا الموكب. القوة من مؤلفة من أكثر من 15 سيارة وسيارة رباعية الدفع تابعة للقوات الخاصة في شعبة المعلومات. إذن كما تقول إبراهيم، مصادر أمنية تتحدث عن اعتقال شخصين داخل هذا الفندق. هذه المعلومات غير مؤكدة حتى الساعة، ولكن هذه المعلومات حصلنا عليها من هنا، من مصدر أمني من موقع التنفيذ المداهمات. ولكن يعني حتى رائد لو تأكدت المعلومة، ربما هذين الشخصين يعني قد يكون لديهم ارتباطات معينة، ولربما قد يكون فقط الشبهة، وأنت تعلم يعني. نعم، نحن فقط نتحدث عن مشاهداتنا الآن فقط. تقريبا إبراهيم، إذا حاولنا التحدث ولو بشكل استنتاجي ربما عن حجم هذا الفندق أو المساحة، عدد الغرف المتواجدة، هل هناك عدد كبير من النزلاء في داخله، هل هم بالإجمال من النازحين السوريين أم هناك جنسيات مختلفة؟ هل لديك رائد؟ سنحاول أن نشاهد في الكاميرا معا الفندق، فندق رمادا، وهو فندق السفير سابقا. طبعا هو فندق كبير نسبيا مقارنة بفندق ديروي الذي شهد التفجير بالأمس. فندق ديروي يعني لا يتخطى السبع طبقات. نشاهد فندق كبير نوعا ما، هو من الفنادق الكبيرة في العاصمة، مؤلف من 12 طبقة بحسب ما أفدنا الآن. مصدر في الفندق أو أحد العاملين في الفندق أكد لنا أن هناك عدد من النزلاء. طبعا نحن لا نعلم العدد الدقيق لنزلاء الفندق، ولكن هناك عدد لا بأس به من النزلاء. ويعني بحسب ما أفادنا هذا العامل في الفندق، فأن الفندق قبل أيام كان يشهد حجوزات كبيرة، وأن عدد نزلاء فيه كان كبير نسبيا مقارنة في الأيام الماضية. طبعا لا يمكننا الحديث عن هوية نزلاء الفندق، ما كانوا من اللاجئين أو غير ذلك، ولكن يعني هناك عدد كبير من النزلاء موجود داخل الفندق، وهم لم يغادروا من بعد عملية التفجير التي جرت يوم أمس. نعم، لم يغادروا من هذا الفندق تحديدا، ولكن كنا نشاهد قبل قليل على الشاشة هناك بعض الأشخاص يحملون حقائب ويتوجهون إلى مناطق أخرى ربما من فنادق مختلفة. طبعا رائد، نحن أفدنا منذ ساعات الصباح أن يعني حتى ليل أمس هناك عدد كبير من نزلاء الفنادق في هذه المنطقة وفي محيط فندق ديروي قاموا بإلغاء حجوزاتهم وبالمغادرة، ولكن نحن نتحدث عن فندق رمادا أو فندق السفير سابقا. فيعني عند الصباح كان يوجد فيه عدد من النزلاء، عدد ليس قليل، وهم لم يغادروا، إلا ربما البعض منهم كان قد غادر، ولكن هناك عدد لا بأس به كان لا يزال داخل الفندق ولم يغادر. ربما في الوقت الراهن هم ممنوعون من المغادرة لاستكمال التحقيقات ربما. لم نفد عن هذا الأمر. بحسب المعلومات يعني كان النزلاء بحرية تامة عند الصباح، ولكن ربما في هذه الأثناء أثناء تنفيذ المداهمة لربما سيكون الدخول والخروج من الفندق غير مسموح لحين انتهاء هذه العملية، ولكن لم نفد عن منع أحد من مغادرة الفندق. كما يعني علمنا أنهم كانوا باقون في الفندق بملء إرادتهم.
إذن مشاهدينا نعيد التذكير، نحن معكم في هذا النقل المباشر من الروشي من أمام فندق رمادا، حيث قامت قوة من شعبة المعلومات من فرع المعلومات بتنفيذ عملية دهم لهذا الفندق منذ ما يقرب من ساعة. هناك بعض المعلومات، مصادر أمنية كما أفدنا زميل إبراهيم دسوقي قبل قليل، تتحدث عن اعتقال شخصين، هذه المعلومات غير مؤكدة حتى ساعة، بانتظار جلاء الرؤية أكثر بعد قليل. نحن بانتظار خروج باقي هذه القوة التي نفذت العملية. للتذكير أيضا أن هذا الفندق يجاور فندق ديروي، حيث حصلت بالأمس عملية التفجير بعد عملية الدهم التي نفذتها مجموعة من عناصر الأمن العام. والتي أدت لإصابة 11 شخصا بجروح، 7 من المدنيين و3 من عناصر الأمن العام. الطرقات المحيطة بهذا الفندق مقطوعة طبعا نتيجة لهذه الإجراءات التي تتخذها القوى الأمنية. إبراهيم بعدك معنا؟ نعم رائد. هل هناك أي جديد إبراهيم؟ رائد، يعني آخر المعلومات أن هذه القوة التي نفذت المداهمة تستعد لمغادرة الفندق بعدما أن أنهت عملياتها، وهي في هذه الأثناء تتحضر. أنت تعلم يعني عند دخول قوة مماثلة إلى مكان لتنفيذ عملية لا تستطيع أن تغادر مباشرة قبل تأمين الحماية الأمنية لها لمغادرة مكان تنفيذ العملية وإلى مكان وصولها إلى مقرها الرئيس. السيارات هنا التي قامت بتنفيذ المداهمة هي في حالة جهوزية، أيضا العناصر جميعهم في حالة جهوزية. لربما يعني في بين لحظة وأخرى يقوم هؤلاء العناصر بإتمام مهمتهم والانسحاب من الموقع. هل يمكن إبراهيم لزميل المصور أن يعيد الكاميرا إلى حيث نترقب خروج هذه القوة؟ رائد، لضرورات أمنية طلب منا بعدم تصوير، طلب منا من قبل ضباط في فرع المعلومات بعدم تصوير موقع أو مكان المحتمل لخروج الموكب لضرورات أمنية وحفاظا على سلامة العناصر والضباط الذين يقومون بهذه العملية. وطبعا في هذه الأثناء يعني أعتقد أن سلامة هؤلاء العناصر الذين يقومون بعمل جبار للحفاظ على سلامة المواطنين أهم من التقاط هذه الصورة، ولكن نحن نوافيكم بكل المستجدات يعني بحسب ما نشاهدها هنا. ولكن على الأكيد يعني هؤلاء العناصر هم عناصر جميع الفرق الأمنية التي تقوم بتأمين حماية المواطنين، هم في دائرة الخطر منذ يوم السبت ومنذ التفجير الذي شهدته منطقة ظهر البيدر وصولا إلى تفجير الطيوني. ضحايا هذه التفجيرات هم من عناصر
الأمنية، من فرع المعلومات، من قوى الأمن الداخلي، من الأمن العام. لربما نستطيع رائد أن نشاهد في الكادر الآن قيام بعض الذين كانوا موجودين في فندق ديروي بالمغادرة. هم يعني برفقة أمتعتهم، وهذا يعني أن حتى هذا الوقت كان لا يزال هناك نزلاء داخل فندق ديروي. طبعا إبراهيم، كان هناك تخوف كبير من أن يحصل أو يتكرر ما حصل بالأمس بعد تنفيذ هذه العملية والمداهمة. طبعا وطبعا يعني كما سمعنا بالأمس أن هناك كان اشتباه بسيارة موجودة في المنطقة وكانت في حالة مريبة، ولكن بعد يعني كان سائقها وصل إلى هنا وتركها مباشرة بعد حصول الانفجار داخل الفندق، ما أثار الريبة هنا، فحضرت القوى الأمنية والتفتيش فيها. طبعا كانت خالية من أي مواد متفجرة، ولكن بحسب ما أفدنا صباحا أن هذه السيارة كان هناك خطأ في بعض بياناتها، وتحديدا بالإمكان القول أن بعض بياناتها على الأوراق غير مطابقة لمواصفات هذه السيارة، ولكن لا يمكن الجزم أنها كانت تتحضر لتنفيذ عمل أمني ما. ولكن القوى الأمنية كان لديها قلق يوم أمس خوفا من يعني حصول تفجيرات أخرى. وطبعا في معلومة كنا أوردناها سابقا رائد، أنه يعني بعيد منتصف الليل سمع إطلاق نار في محيط فندق ديروي، كما علمنا صباحا أن هذا إطلاق النار كان تبادل لإطلاق النار بين القوى الأمنية وبين مسلحين. هل تأكدت هذه المعلومة؟ جميع من يعني كانوا موجودين في هذه المنطقة من عاملين في هنا في معرض للسيارات وفي فندق رمادا أكدوا تبادل إطلاق النار، وأن هذه العملية لربما كانت بغية توقيف بعض المطلوبين، كانوا لا يزالون موجودين داخل فندق ديروي. رائد، كما يبدو من لهجة هؤلاء الأشخاص الذين غادروا فندق ديروي أنهم من التابعية العراقية. هم غادروا فندق ديروي في هذه الأثناء. طبعا فندق ديروي يوجد فيه في الطبقة الأرضية مطعم خان بغداد. رغم أننا نشاهد إبراهيم تحرك لبعض السيارات المواكبة الأمنية، ولكن لم يخرج بعد باقي الموكب والقوة. الموكب لا يزال داخل الفندق. على كل حال إبراهيم، شكرا لك. نحن سنعود طبعا في هذه الأثناء. تتحرك آليات تابعة للجيش اللبناني، هي تؤمن محيط المنطقة، وأيضا الآليات التي نفذت المداهمة تعيد تموضعها. طيب إبراهيم، نحن سنكتفي بهذا القدر، نعود إليك فور ورود أي جديد ومعلومات إضافية طبعا في نشرتنا المقبلة في تمام 2:30.